عامة أنا وأصحابي بنفضل اللي هو بعد صلاة الفجر بنفضل بقى برا لحد ما يقولوا بقى family gathering وإن إحنا هنروح وهنتجمع وكده. الذبح بقى والتوزيع والحاجات دي وخروجات بقى بتبقى بالليل وسهر بتبقى غالبا يعني العيلة أكتر حاجة. نستنى اليوم ده عشان بنسهر فيه مع صاحبنا وقرايبنا وبعدين نصلي العيد ومن بعد كده بقى العيد بيبدأ وبنخرج بقى وبنروح في أي حتة. مفيش أي حاجة انترستنج خالص بعملها، لا ولا أي حاجة. ممكن أروح أصلي العيد، بحب أصلي العيد بقى والبلالين بقى والمبوني. بقضي نوم يا بسافر مع أصحابي الساحل الجونة كده بس.